بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة بإذن الله تعالى شباب عندنا الفصل السادس في القصة بعنوان شعب رشيد وحملة فريزر عام 1807. يبدأ الفصل زي ما حضرتك عارف أن كل فصل منفصل عن اللي قبله، وكل فصل فيه عدو أو مستعمر أو محتل أو دخيل. لو هترجع كده من البداية، كان الفصل الأول فيه الهكسوس، الفصل الثاني الفرس، الثالث كان الصليبيين والمغول، الرابع كانت الحملة الفرنسية، الخامس كان بيتكلم عن ثورة الشعب المصري ضد الحاكم أو الوالي التركي خورشد، الفصل السادس هيتكلم عن حملة فريزر، ودي حملة إنجليزية نزلت مصر سنة 1807، وأول ما نزلت على الإسكندرية. نبدأ كده الفصل بإذن الله. وحدثك اليوم عن شعب رشيد، هذا الشعب المجيد الذي أبى، يعني أبى سنة تانية، أبى يعني رفض، أبى في عام 1807 أن يستسلم لجيش أكبر دولة في أوروبا وقتئذ، أبى أن يخضع أو يلين، بالرغم من أن حامية رشيد لم تكن تزيد على 700 جندي. أول ما نزلت الحملة زي ما قلنا نزلت على الإسكندرية بقيادة فريزر في نص شهر مارس سنة 1807. كان محافظ الإسكندرية في الوقت ده كان أمين أغا، ولم يكن مصريا، يعني أصوله مش مصرية، وموقفه أنه سلم الإسكندرية للإنجليز دون أي مقاومة أهداها لهم، فقد كان تركي الأصل، لا يجري في عروقه الدم المصري الأبي الأصيل. السؤال ده مهم جدا في الامتحان، ويجي ممكن يقول لك قارن ما بين محافظ الإسكندرية في الوقت ده، ويقارن ما بين في الفصل الرابع لو تفتكر كان محمد كريم اللي رفض، وهنا أمين أغا سلم الإسكندرية لأنه لم يكن مصريا. أهو الإجابة، فقد كان تركي الأصل، لا يجري في عروقه الدم المصري الأبي الأصيل. الأبي هنا بمعنى العزيز، احنا قلنا أبا يعني رفض، لكن لما توصف بها تقول فلان أبي يعني عزيز النفس. طيب، هما كده نزلوا واحتلوا الإسكندرية، وصل الخبر لأهل رشيد، ما إن وصل نبأ الجيش الإنجليزي الزاحف نحو رشيد إلى أسماع محافظ رشيد. الرجل ده وطني مخلص، هتشوف دلوقتي موقفه من حملة فريزر. ما إن وصل نبأ الجيش الإنجليزي الزاحف نحو رشيد إلى أسماع محافظ رشيد حتى جمع العلماء والأعيان، الأعيان اللي هم الكبار الأكابر، يعني حتى جمع العلماء والأعيان والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية. الحامية احنا قلناها في البداية خالص اللي هو تبقى فرقة، عدد كبير، عدد صغير من الجيش، فرقة صغيرة كده، اهي الحامية في رشيد لم تكن تزيد على 700 جندي. نقول تاني، أمين أغا سلم الإسكندرية، وصل الخبر لمحافظ رشيد، جمع العلماء والأعيان والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب في مؤتمر، عمل زي اجتماع ليتشاور مع الناس وعرض عليهم أمرين. الرجل قال يا أهل رشيد، هذا يومكم وتلك دياركم، فدافعوا عنها بكل ما استطعتم من قوة، واعلموا أن مصير مصر كلها في أيديكم، مصير مصر كلها في أيديكم. أنتم أمام أمرين، إما أن تصمدوا لعدوكم وتستشهدوا في سبيل وطنكم دفاعا عن دياركم، ده الاختيار الأول، يا إما جماعة تقفوا في وجه هذا العدو المحتل الغاصب وتدافعوا عن أرضكم وأبنائكم وأموالكم، وإما أن تكتبوا لأنفسكم الذل والعار والهوان، وهذا لا أرضاه لكم. رجل محترم عرض عليكم الأمرين، يا إما نصمد وندافع عن البلد وندافع عن الوطن ونستشهد في سبيله دفاعا عن الديار والأبناء والأموال، وإما أن أنت تكتب على نفسك الذل والعار والهوان أن أنت تستسلم وتفرط في أرضك. فصاحت جموع الشعب في حماسة زائدة، الموت في سبيل الوطن غايتنا، يعني هدفنا، جمع غاية سنة تانية، تمام، غايات وغاي، والكفاح من أجله رسالتنا.
وبعد ما انتهت المناقشات استقر الرأي رأي جميع الحاضرين على المقاومة حتى الموت. احنا مش هنفرط في ذرة تراب من تراب الوطن. طيب الأدباء هنا كان لهم دور كبير في هذه الفترة. انطلق الأدباء يلقنون الشعب الأناشيد الوطنية التي ترددها الجماهير، يعني يلهبوا الحماس والحماسة في الصدور والحمية للدفاع عن الوطن. وقد تجاوب صدى هذه الأناشيد في أنحاء رشيد فبعثت الحماسة في النفوس، واستعد الناس لليوم الفاصل في تاريخهم استعدادا كبيرا. الخطة اللي وضعها محافظ رشيد إنه أرسل رسله خارج المدينة عشان يبلغوا يخبروا بموعد قدوم جيش الإنجليز الزاحف نحوهم، ليكون الشعب على استعداد للقائهم. عندما رأى هؤلاء الرسل جيش العدو كانوا على بعد 4 كيلومترات من المدينة، انطلقوا مسرعين بجيادهم إلى المحافظ ليخبروه الخبر. هيتم تنفيذ الخطة إن كل الناس هتختفي، كل الناس هتستخبى. لم تمض لحظات حتى انطلق المنادون في شوارع رشيد يأمرون بالاستعداد والاختباء في المنازل والمتاجر حتى تحين اللحظة المناسبة. الخطة إن احنا هنفضي المدينة، هنخلي المدينة، يدخل الإنجليز يتخيلوا إن المدينة مدينة أشباح ما فيهاش حد. المصريين اللي في رشيد خافوا، اترعبوا، سابوا المدينة وجريوا. دي الخطة. هقول تاني: ولم تمض لحظات، طبعا تمض هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولم تمض لحظات حتى انطلق المنادون في شوارع رشيد يأمرون بالاستعداد والاختباء في المنازل والمتاجر حتى تحين اللحظات المناسبة. وفي دقائق معدودات كانت شوارع المدينة خالية من كل نشاط وحركة. 700 جندي اللي هم الحامية اللي احنا قلنا عليهم في البداية، هنا هيكلمني عنهم، هيتوزعوا على اهي، هيتوزعوا مع المجاهدين. المجاهدين هنا اللي هي عموم الناس، الشعب اللي هو انا وانت وحضرتك وحضرتك، كل من هو في رشيد وكل اهل رشيد شاركوا في هذه الملحمة. اتوزع الجنود اللي هم معاهم سلاح، اللي هو جندي نظامي اللي هو واحد من الحامية من 700 اللي هم جيش معاهم سلاح، اتوزعوا مع المجاهدين من اهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك والمشرف عليه. اللي راح رشيد يا جماعة يعرف الشارع ده، الشارع ده زي الكورنيش عندنا كده بالظبط، يعني شارع مستقيم يدخلك من غرب المدينة تفضل ماشي لغاية شرقها، مفهوش يمين وشمال. فهي الحملة حملة فريزر جاية من الإسكندرية، والطريق الساحلي اللي هو ما بين الإسكندرية ورشيد طريق رملي، عارفين الرملة التقيلة بتاعتنا دي، لما يمشي عليها الجنود وتمشي عليها الخيول يجوا منهكين متعبين. فيدخلوا رشيد يشوفوا الجمال والنيل والخضرة والنخيل، اللي فيكم راح هيشوف الكلام الجميل اللي احنا بنقوله ده. يبدأ يتخلى عن حضره. اسمع كده يا سيدي: وزعت الجنود المصرية مع المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك والمشرفة عليه باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة، فهو يسير مستقيما حتى ينتهي إلى حدودها الشرقية على ضفة النيل، كما صدرت الأوامر بفتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك ففتح على مصراعيه. المصراع اللي هو الباب اللي بضرفتين، الاثنين منهم اسمهم مصراعين، يعني لما يقول لك فتح الباب على مصراعيه يعني الباب مفتوح لهم للآخر، تفضلوا. الباب الغربي ده هم جايين من الإسكندرية، لو حضرتك بصيت على الخريطة كده رشيد، اللي جاي من الإسكندرية هيدخل من الباب الغربي، إسكندرية غرب رشيد، هيدخل من الباب الغربي يفضل ماشي ماشي في الشارع ده، شارع دهليز الملك، شارع زي ما قلت لحضرتك شارع مستقيم زي كورنيش كده والمنظر فيه مبهج وجميل. انسحب الجنود من خلف الأسوار إلى داخل المدينة، دخلوا لقوا المدينة فاضية. وعند الظهر دخل الجنود الإنجليز من باب المدينة آمنين. عرب آمنين هنا يا شباب، ها حال، طبعا حال منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وعند الظهر دخل الجنود الإنجليز من باب المدينة آمنين، وكان الطريق الرملي بين الإسكندرية ورشيد قد أنهكهم، أنهكهم يعني أتعبهم، أجهدهم، أرهقهم. وكان اليوم شديد القيظ، القيظ يعني الحرارة الشديدة، كان يوم حر
وحضرتك شايف بقى واحد جاي ماشي من اسكندريه لرشيد شايل معدات شايل سلاح شايل مؤن شايل المهمات بتاعته في يوم حر فجاي تعبان. ولم يعترض احد طريق الغزاة المعتدين بل جالوا في المدينه، جالوا يعني طافوا عمالين بيلفوا، ولم يصادفوا فيها انسانا، وراقهم ما يشاهدون في رشيد من حدائق فيحاء. حدائق فيحاء يعني حدائق واسعة جميلة، جميلة المنظر جميلة الرائحة. ورأوا أول مرة مياه النيل العذبة الجارية وضفتيه المزدانتين بالخضرة الزاهية. المزدانتين يعني المجملتين بالخضرة الزاهية، يعني اللي لونها جميل يعني. وقد قامت أشجار النخيل الباسقات المرتفعات، يعني أشجار النخيل باسقات مرتفعات على جانبيه، فاتخذوا من شارع دهليز الملك والشوارع الأخرى مكانا للاستراحة. أقول لحضرتك تاني، رجل جاي من الإسكندرية إلى رشيد، مسافة بعيدة، الطريق رملي، أتعبهم، حضرتك شايل شنطة عليها مثلا اللي هي المخلة بتاعتك دي بتاعت العسكري، بيبقى فيها طعامه ولو معاه أي معدات ويبقى شايل سلاح، فيدخل يلاقي المدينة فاضية، هو عامل حسابه إن هو جاي يحارب، دخل لقى المدينة فاضية، الجو جميل بعد يوم حر وسفر طويل، لقى مية جميلة في النيل، لقى حدائق، لقى أشجار، لقى نخيل، ها. فاتخذوا من شوارع دهليز الملك والشوارع الأخرى مكانا للاستراحة بعد أن اطمأنوا لعدم وجود المقاومة، خلعوا أسلحتهم. دي الخطة يا جماعة، يسيب سلاحه، وتحرروا من أمتعتهم واستكانوا إلى الدعة. استكانوا يعني مالوا، الدعة يعني الهدوء والراحة، يعني مال إلى راحة، أما أريح شوي أأيل شوي. وأخذوا يتسامرون ويتضاحكون، يتسامرون يعني بيتكلموا عمالين يحكوا. وقد انتشروا في شوارع المدينة طبقا للخطة المرسومة يستظلون بظلها الظليل. وفجأة انهال عليهم الرصاص، انهال عليهم الرصاص من شرفات المنازل ونوافذها يحصدهم حصدا. وفي غمرة هذه المفاجأة، غمرة هنا بمعنى شدة، في شدة المفاجأة خرج من المنازل الجنود والأهالي المجاهدون وقاتلوا الإنجليز بالسلاح الأبيض، اللي معاه سكينة اللي معاه أي سلاح يضرب بيه، ففتكوا بهم فتكا ذريعا. فتكوا دي عدت علينا في منتصر ومجاهد، فتك بهم أو فتك بمجاهد مجموعة الذئاب، فتك قلنا يعني قتل، ففتكوا بهم فتكا ذريعا يعني قتلا شديدا. والنساء كان لها دور، اشترك النساء في المعركة، فكنا ينشدن الأناشيد ويضربن بالدفوف، يعني الرجالة بتقتل والسيدات ما شاء الله عمالة بتغني ويضربن بالدفوف. الدف ده حاجة شبه الطبلة كده بتحمس الرجالة يعني. وفت ذلك في عضد الإنجليز، العضد يا جماعة جزء من الذراع، اللي هو الجزء الأسفل من الذراع، لكن التعبير كله فت في عضد الإنجليز يعني أضعفهم، يعني ذلك أضعف الإنجليز. خرجوا من باب المدينة ضاربين في الصحراء، هربوا وسابوا بلدة أو محافظة رشيد. إن شاء الله يكون الكلام واضح ومفهوم. واجب حضرتك على الجزء ده هيبقى صفحة 17 و18 و19. ونشوفكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.